وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب في اجتماعها اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة مقداره 70 مليار و300 مليون جنيه لزيادة اعتمادات الأبواب الثالث والخامس والسابع والثامن أيضا من موازنة السنة المالية الجارية. بلغت مخصصات الباب الثالث من الاعتماد الإضافي 57 مليار جنيه، الباب الخامس الخاص بالمصروفات الأخرى بلغ 2.3 مليار مليون جنيه لمواجهة صرف تعويضات بمحافظة شمال سيناء مع استكمال سداد بعض الاشتراكات في مؤسسات وهيئات دولية.